السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور رجاء أحمد. إن شاء الله النهاردة هنشرح رابع محاضرة في البي ام اس 2، وهي الميديكالي امبورتنت فليز ولايس وباجز. هنشرح 3 من الأرثروبود ونشوف هما الميديكال امبورتنس بتاعهم ايه، وممكن يعملوا لي أمراض ايه، وممكن يقولوا لي أمراض ايه، وهكذا. تمام، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنبدا بيها ان شاء الله هي الفلي. ايه هي الفلي دي؟ الفلي دي البرغوثه، البرغوثه اللي بتيجي تقرص وتطلع تنط. ادي البرغوثه، شايفين ده شكلها، ودي رجليها القويه جدا 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 اللي بتعرف تنط بيها، تقرص وتنط وتقرص وتنط وهكذا. فاول حاجه هنبدا بيها هي الفلي، او زي ما قلنا البرغوثه. تمام. طيب ايه بقى المورفولوجي بتاع الفلي بتاعنا ده؟ الفلي دي حاجه بايلاترلي كومبريس، يعني متطبقه على بعضها زي الورقه، متطبقه من الجناب كده، كانها حاجه في تخن السكنس بتاع الورقه كده، هي متطبقه من الجنبين، اسمها بايلاترلي كومبريس. طيب وشكلها ايه؟ هي حوالي، او حجمها قد ايه؟ هي حوالي 2 ل 3 مللي. عندها ايه؟ عندها هيد، وبعد الهيد في ثوراكس 3 سيجمنت، وبعد كده في ابدومن بتبقى حوالي 10 سيجمنت. طيب تمام. عندها ليجز زي ما احنا قلنا قوية جدا 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 عشان تخليها تنط مسافات بعيدة، تقرص وتنط بسرعة جدا، تقرص وتنط بسرعة جدا. تمام، او بمعنى اصح هي مش بتقرص، هي بتاخد بلاد ميل وتنط بسرعة جدا. تمام، فاتفقنا ان هي بايلاترالي كومبريست، عندها هيد وبعدين ثوراكس وبعدين ابدومن، وبعدين عندها 3 بير اوف سترونج ليج ادابتد فور جامبنج. طيب بالنسبه للميل، لو هو ميل كنت لقيته الجزء ده كده في ايه، في لونج كيرفد ايديكس اللي هو الميل اورجان، كنت لقيت حاجه هنا طويله جدا كده اسمها ايديكس. تمام، وعامله كيرف كده، هنشوفها بعد كده. طب لو هي في ميل، لا هلاقي حاجه صغنططه كده كوما شيب هنا اسمها سبرماسيكا. وتاني حاجه ممكن نفرق ما بينها، ان الفيميل بتبقى مقلبزه، يعني اللي قدامنا دي كده فيميل، الميل لا هنلاقي الجزء اللي فوق ده كونكيف كده. تمام، المورفولوجي انا بقوله لكم سريعا وتاخدوه طبعا في العمل، بس نعرف شكلها بس ان هي بايلاترالي كومبريسد وان هي بالشكل اللي قدامنا ده. تمام، ده كده المورفولوجي بتاع الفلي او البرغوث. زي ما احنا قلنا شايفين اللي تحت المقلبزه دي اللي فيها حاجه كوما شيب مش باينه، دي الفيميل، اللي فوق الكونكيف من فوق وفي كوما شيب حاجه طويله خالص كده، ده الميل. اوكي، طيب اللايف سايكل بتاع الفيلي، لو نفتكر كده لما خدنا في الاول الكومبليت والانكومبليت ميتامورفوزس. يعني ايه كومبليت ميتامورفوزس؟ يعني كل ستيج في اللايف سايكل بتاع الارثروبود او الانسكت اللي عندي، كل ستيج مختلفه عن اللي بعدها، مفيش ستيج شكل اللي بعدها. طب امال لو في ستيج شكل اللي بعدها؟ لا، يبقى ده اسمه incomplete metamorphosis. تمام، يبقى الكومبليت metamorphosis ده كان اللي كل ستيج فيهم مختلف عن اللي بعدها، وده كان في ايه لو نفتكر؟ كان في الموسكيتو والفلايز والفلي، ده كان الكومبليت metamorphosis في الثلاثه دول، في الموسكيتو والفلايز والفليم، فدول كده اللي فيهم كومبليت ميتامورفوز. طيب تمام، اللايف سايكل بتاع الفلي، الفلي دي هتعمل لي ايه؟ دلوقتي انا عندي ميل وفيميل فلي، هيحصل فيرتلايزيشن، تقوم راحه الفيميل فلي دي على اي شقوق كراكس جوه الجراوند او على اي دست، وتقوم عامله ايه؟ عامله لي للاجز بتاعها، فالادلت هيطلع لي الاجز اللي هيحطها لي على الجراوند او